بعد ما فات مثلا جبهة النصرة والقوى مثلا الفصائل الإرهابية لراس العين، كنت مجبور أرجع يعني مشان أدافع عن وطني، عن عرضي، عن شرفي، عن بلدي. رجعت بال 2011 على راس العين، انضميت في 2012. عندما انضميت خضعت لدورات سياسية وعسكرية، انضممت إلى حملات كثيرة، انضممت إلى حملة منبج، إلى حملة الرقة، إلى حملة راس العين، انضممت لحملة البراكت الحميص، انصبت في حملة المنبج، انصبت برجلي اليسار، كمان رحنا على حملة تلتمر، حملة تلتمر كمان انصبت بإيدي وبراسي، انضبت بإيدي وبراسي شظايا، ورحت على شاركت في حملات كثيرة، وانصبت كمان حملة الحميص من يعني مشان رفيقي، يعني بس مشان رفيقي ما يصيبوا شيء، انصبت مشان يعني عرضت حياتي للخطر مشان رفيقي. رفيقي كنا مع بعض بنفس الحملة، بنفس الجبهة، بنفس القرية كنا مع بعض. ففتنا على القرية، كان فيها خلايا داعش بالقرية. واحد من تنظيم داعش كان يعني متخبي ورا الحيط، وفي كم واحد كانوا عدد كبير منهم كانوا متخبين. فلما رفاقنا راحوا قدام مثلا، ما راحنا راحوا ليتقدموا على البيوت، مثلا ضرب رصاص عليهم. لما ضرب رصاص عليهم رجعوا، فورا يعني تحاصروا يعني تحاصروا بيت بزاويه، ما عاد يقدر لا يطلع لا يتقدموا ولا يرجعوا. فانا كنت مجبور يعني رفقاتي يعني احنا انضمينا مع بعض، عايشين مع بعض، ناكل مع بعض، نشرب مع بعض، مجبور يعني زي اليوم نحن ما نساعد بعض، ما حدا فيه يساعدنا. فرحت لاساعد رفيقي، هلق هو مستشهد، هلق رحت لساعده. فبنفس الدقيقه كمان لبين ما ساعدته لبين ما هو طلع انا انصبت، لبين ما هو طلع خلص حاله انا بهذيك الدقيقه انصبت برجلي مره ثانيه، صبت برجلي. فتاني نهار بنفس القريه، هو كمان انصاب، يعني تاني نهار بنفس القريه هو كمان انصاب. رحنا مع بعض على مشفى كوباني. بعدها ضلينا فتره 15 يوم، بعدها الرفاق نقلونا على مشفى القامشلي. رجعنا مع بعض، انضمينا لحملة الطبقة، سد الطبقة. فبسد الطبقة يعني كان حرب صعبة كتير علينا، يعني كان حرب صعبة كتير، يعني كان في قوة تنظيم داعش يعني عدد منهم كبير، مع انه سيارات مفخخة. هو يعني كنا مع بعض ما في بيناتنا امتار يعني. كمان يعني انا عيني عليه هو عينه علي، يعني كنا رفقات 24 ساعة بعض، يعني مثل الاخوة. كنا مع بعض نفس الحملة بنفس مدينة الطبقة بالسد. ما في يعني الساعة بالتنتين ثلاثة بالليل يعني صار مشكلة صغيرة، رفيق تقدم لقدام، يعني الرفيق انصاب، شيء دلسوز انصاب، يعني انصاب وحتى ما قال انا مصاب، مشان ما يخرب مثلا المورال تبعنا نحن، مشان ما يخلينا مثلا نرجع او شيء، يعني حتى انصاب ما خبرنا لا ان انا مصبت ولا شيء، قال انا ما فيني شيء عادي، كان راح نكمل الحملة مع بعض. كملنا الحملة مع بعض، ما في كان ساعة يعني ما صار ساعة بالنص الرفيق استشهد، يعني شهادة الرفيق شهيد دلسوز يعني أثرت علينا كتير. بشهادة هالرفاق يعني بشهادة رفاقنا لازم نحن نزود من معنوياتنا، بالعكس نزود معنوياتنا من تدريبنا العسكري السياسي، يعني مجبورين يعني نحن على طريق الشهداء وصلنا لهالمرحلة. انضميت لقوات القوماندوس، يعني كان هدف انضمامي لقوات القوماندوس، يعني قوات القوماندوس قوة هم فكرية هم عسكرية، هم عسكري هم سياسي وهم من الفكر يعني. فانضممت يعني على طريق مثلا على رأي رفاقي، قالوا لي في قوة قوماندوس ناجلة مثلا سنة جديد لسوريا الديمقراطية مثلا مسوينا جديد، فقررت انضم لقوات القوماندوس. وهلق انا بمسك مكاني بقوات القوماندوس، هم خضعت لتدريبات كمان، تدريبات سياسيه عسكريه، طورت من الفكري السياسي مثلا، طورت من قدراتي العسكريه. وهلق انا هلق يعني صرت كوميسيون عسكري، يعني هلق عم درب اصدقائي، يعني كقوميسيون اذا انا ما ادرب هالرفاق تبعاتي، انا ما ادرب هالعساكر، يعني اذا طول يوم طلعوا من هون مو متدربين، يعني اذا استشهد رفيق منهم يعني هم ينحسب مثلا علينا، نحن لازم نلوم حالنا انه نحن ما قدرنا ندرب هالرفاق هذول. فمشان هالشيء يعني نحن مجبورين ندرب الرفاق، مجبورين نزود من تدريباتهم العسكرية السياسية على هالحد. يعني قوات القوماندوس قوة ناجحة كتير، قوة هم نظامية هم من سياسية وعسكرية مقدمة كتير. فمشان هالشي لسه في عندنا رفاق كتير، كمان عندنا رفاق كتير بدهم ينضموا لقوات القوماندوس. فمشان هالشي نحن كمان هلق حاليا
مثلا عم نخبر ايش في رفاق عنا، ايش في رفاق عنا مثلا طالعين، حتى رفاقنا طالعين للدول برا عم نقول لهم تعالوا رجعوا على بلدكم، مثلا رجعوا هون على بلدكم على وطنكم. هم ننضم لقوات الكوماندوس، ننضم مثلا لغير قوات، مشان نقدر مش نحمي بلدنا. يعني لسه هلا لسه بلدنا، لسه هلا في عنا مثلا بلدي انا راس العين، صافيت الابيض، هاي كله بيد الاحتلال التركي. مجبور نحن ندرب حالنا، ننظم من قدراتنا العسكرية، فكرنا السياسي، مجبورنا نتغلب على مثلا على هالعدو، العدو اللي قدامنا، على هالدولة التركية. فمشان هالشي يعني من بين الكل اخترت انه انضم لقوات الكوماندوس، لانه قوة عن جد قوة ناجحة كتير يعني.